المفروض موازنة العراق جاهزة من 3 سنوات لأنها موازنة ثلاثية القوام، ومع ذلك وفي هذا الوقت الحرج من العام 2024 أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن مجلس النواب لا يعلم شيئا عن تفاصيل جداول موازنة سنة 2025. يعني شلون إحنا داخلين على شهر 11 وبعد كم يوم تقب العطة على التخصيصات وتتأخر المشاريع والتعيينات وتنشل فعاليات الدولة بسبب تأخير إقرار الموازنة. عضو اللجنة جمال كوجر قال إن مجلس النواب لغاية الآن لم يطلع على أي من تفاصيل جداول موازنة سنة 2025، ولا نعلم ما حجم الموازنة وما نسبة العجز فيها وما تضم من مشاريع وغيرها من القضايا المالية الأخرى. وبين كوجر أنه لا يتوقع أن يكون هناك تغيير كبير وجوهري في جداول موازنة سنة 2025 عن السنتين الماضيتين، لكن لحد الآن لا يوجد موعد رسمي لوصولها.